عشان تبقوا تصدقوني حضراتكم لما بقول لكم ان انا دايما بتفائل بالجمله اللي نهاوند بتفتح بيها كتير جدا من حلقات البرنامج. وليه كتير جدا من حلقات البرنامج؟ لان بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على كامل النور، الاهلي مقضيها انتصارات. صح، خش عليهم بقى. صباح النصر على كل الاهلاويه في كل مكان في العالم، و10 الصبح في الاهلي وحلقه جديده ونهايه الاسبوع. والحمد لله ان احنا دايما بنبدا الاسبوع كده باخبار حلوه وبننهيها كمان باخبار حلوه. بدانا يوم الاحد وكنا بنبارك لينا كلنا ونبارك لمصر كلها على فوز النادي الاهلي بالبرونزيه في مونديال الانديه. ودلوقتي بنختم الاسبوع ان احنا بنبارك بفوز الاهلي في ماتش امبارح. ماتش كان حلو جدا، بس اعصابنا كانت متوتره شويه الشوط الاول. طبعا بس الشوط الثاني ابدعنا. الدنيا ظبطت في الشوط الثاني. طبعا حسيتي بقى بالتقل المعتاد للنادي الاهلي والتركيز واللعيبه اللي مصحصحه وفايقه، وفي جمل كده هو حلوه يعني اسعدت كل اللي بيتفرجوا، ناهيكي طبعا عن الفرص اللي راحت كتير. يا سيدي بس انا مبسوطه جدا بالجول بتاع والتر بواليا. الناس كلها كانت السوشيال ميديا امبارح بجد كلهم بيقولوا يعني هو ده، احنا كنا منتظرين يعني اللحظه دي، وكان كلام حلو جدا يعني موجهين له. فاحنا كنا واثقين طبعا، لان اي حد بينضم للنادي الاهلي اكيد ده بيكون عن دراسه وعن درايه وحاجات احنا اكيد برده ممكن ما نكونش فاهمينها. فهذا اللاعب فعلا اثبت امبارح جدارته، وهو اصلا كان يعني ثابت ده لما ايام ما كان بيلعب، هو كان هداف اصلا الجونه. فاحنا بنتكلم عن شخصيه، ما هياش شخصيه يعني مثلا لا تليق بالاهلي، ما فيش حد بينضم للاهلي لا يليق بالاهلي. احنا لازم نبقى واثقين من ده، ولسه ياما هنشوف كتير جدا من بواليا، انا متاكده من ده ان شاء الله. هو كانت طيب محجره معاه حبتين الفتره اللي فاتت، بس الحمد لله ربنا صح فتحها عليه امبارح، واول اهدافه على الاطلاق بقميص النادي الاهلي. هو ان شاء الله يكون فتحه خير بقى ويغرق الدنيا جوه بعد كده. طيب.